خلصنا على الصور يا الله يرحمه يا سلام.
يتوقع انه كان يحدثون فوضى مجرد فوضى زين، لكن الذي يعرف انه كانوا يتعلمون فعلا كان في شوف معلومات طلعت سبحان الله موجوده زين وفي وقت قياس يعني نتكلم عن 13 دقيقه فقط ترى هذا كله هذا يعتبر وشوفوا المتحف اللي حصل معنا الان يعني هذا معناه انه الصف كان ممكن يتحسن من الطلاب وفي وقت قياسي جدا 13 دقيقه زين. انما نحن نتعود انا اكثر مره رحت اقدم دوره تدريبيه في مدرسه بنات الحاضرين عندي كلهم من طالبات فاللي حصل معي اول ما دخلت كلمت الطالبات تعرفوا انا خصوصيه الرجل داخل المجتمع مدرسه كلها بنات يصير فيها نوع من الاحراج وانا كنت برا السعوديه مش داخل السعوديه زين فجيت اقول للطالبات ايش قلت للطالبات انه يا بنات انتم بتقوموا تعلقوا الاوراق على الجدران انا بعطيكم اوراق بحطها لكم على الطاوله وساكون من بعيد وشاهد هذا التمرين هو التمرين الاول يعني اول مره هم يجربوا معي فاللي حصل معي ان الطالبات اندفعوا مباشره وبداوا يعلقون اوراق وبدا الشغل بدا النشاط الان اول مره يتعودون على الاسلوب في هذه الاثناء بينما انا جالس احاول اسوي كنترول شويه دخلت احد المعلمات من برا سمعت الصوت سمعت الضوضاء فتحت الباب ودخلت علي ايش قالت؟ بنت اجلسي كل واحد يجلس مكانها البنات كلهم جمدوا جمود كان اللي واقف عارفين في لعبه يلعبها الاطفال حركه صنم كانه حصل معي حركه صنم يعني الناس واقفين يعلموا فجاه كلهم صمت كامل وكلهم ينظرون في انا يعني كانوا يلوموني انا انك انت اللي سببت الفوضى فانا ضربت فيها بتاع صحيح يا خمس سنة بس ممكن تزدحم شويه بس احنا جالسين نسوي تمرين قالت لي طب انا سكتهم لك؟ استاذ هو طبيعه التمرين زي كذا التمرين الثاني ايش يحصل؟ يقل هدوء التمرين الثالث يقل هدوء طبعا بالخبره تتعلم انك انت تسوي حاجه اسمها من قواعد لما يبدون يتحركون تعرف ان هذه المفاجاه ستحصل معك ولكن بالخبره يصير عندك حاجه اسمها القواعد انك انت بتوقع ماذا سيحصل فتقول لاحظوا معي لو ان زادت لاحظوا انا اعطيت نجوم كثير المره الجايه ايش بقول؟ المجموعه التي تستطيع ان تعمل دون ان تحدث فوضى ساعطيها النجوم اكثر ايش اللي بيحصل لها؟ تعطي ضوابط ها تعطي ضوابط اخرى الاول كانت ضوابط مفتوحه الان بتصير ضوابط موجهه المجموعه التي تستطيع انها تعلي الاوراق وتديني التمرين في الوقت القياسي دون احداث فوضى تحصل نجوم اكثر. طيب المجموعه التي تعمل بالتعاون من مجموعه كامله مع المجموعات الاخرى دون تخريب اوراق المجموعه الاخرى يحصلون على من على الاوراق. طيب ايش افضل شيء؟ افضل شيء اني لا انا تعرفون ماذا تعلمت بعد فتره؟ تعلمت اسوي الشيء انا اكتب عندي مشكله اقول للطلاب انا عندي مشكله سيحصل عندي فوضى. كيف ممكن استطيع فوضى؟ انت بتعطوني قوانين. فهمت الطلاب يعطوني قوانين يعطون لائحه اسميها لائحة الضبط السلوكي. يقول الطلاب مثلا انت يا يعني يا دكتور اذا احد تكلم واحنا بدا يتكلم وانت تتكلم اسحب من النجوم. جيد؟ فابدا انا اطبق قوانينهم اللي حطوها، طيب ايش هدفي؟ مش هدفي بس عمليه التعلم، انا هدفي انهم يتعلمون يضعون قوانين ويلتزمون بهذه القوانين. طيب قبل ما نتكلم عن التعلم والتعليم والفرق ما بينهم، خليني اسالكم سؤال، ما اللي استفدناه من التمرين الماضي الان؟ هذا التمرين اللي سويناه والحركه اللي سويناها ايش ملاحظاتك؟ وماذا ما ملاحظاتك؟ وماذا تعلمت؟ بس اول شيء عندي الاستاذ كريم كان عنده مداخله تفضل. انا كنت بسالك بس يا دكتور انت قلت الكلام ده في دوره مع المدير والبروكر اللي هو عدد الطلاب يعملوا ازعاج او ضوضاء او كده. يعني لو دخل يفهم الموضوع ده لو شافهم شغالين يعني لو شاف في ولد بيتعامل مع المدير ده كده ممكن يبقى شغال المشكله يعني لكن لو بيعملوا كده هو شايف ايديه وممكن يكون عامل صوت وبيتشارك معلومات او كده مجرد مثلا ما دخل المدير هم وقفوا في الكلام فانا لو قلت مثلا ان هم كانوا قاعدين يتناقشوا معلومه وكده انا ما عنديش اثباتات يعني ممكن يكونوا مش بيلزموا ورا كده فدي اتوقع ان هي يكون يا جماعه انا بتفرج على شيء انا بتفرج على شيء الشيء الوحيد معايا يا انا بستخدم الكلمه الشيء الوحيد اللي انا استطيع ضبطه الصح هو القدره على التعامل مع النفاق يعني كيف؟ احنا ثلاث اشخاص ليس شخص واحد يعني في اي عمليه تعليميه كم شخص ثلاثة ساعدوني يا اخوان ساعدني تفضل تفضل شيخ معنا احنا ثلاثة احنا نتذكروا دائما احنا كم شخص احنا سووا معي قطار يا شباب سووا معي قطار سووا معي قطار 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 اسف معي احنا ثلاثة انتم تلاحظون المعلم كانه شخص واحد صح؟ المعلم مفترض انه ثلاثة المعلم هذا واحد الاول تشوفه مقابلك تماما الطالب يشوفه في عندنا شخص اسمه المشرف المقيم هذا مدير مدرسة أو وكيل مدرسة أو مشرف مقيم، احنا ليش نسمي دائما مدير مدرسة؟ نسميه مشرف مقيم. لأنه يعني المفترض أنه يعطينا نوع من التوجيهات السريعة، أنا أرجع له نسميه مشرف مقيم. مدير مدرسة أو وكيل مدرسة يسمى مشرف مقيم، وعندي مشرف إدارة التعليم، هذا منفصل المفروض أنه ما يدخل في الأشياء الجزئيات الصغيرة. هذا يجي إشراف مادي إطار عام، فالمدرسة المفروض أن عندها مشرفين خاصين بها. المفروض احنا الثلاثة ذول كلنا
عندنا تكنيك واحد متفقين عليه صح؟ عندنا نفس التعليم نفس التدريب احنا موجودين عليه، بس انا مستويات. يعني مثلا انا كمعلم لما ابدا الان امارس معاكم التعليم، فالمفروض لو اخطات من سيرجعني؟ مشرف. صح؟ طب المشرف لو انه حصل عنده خطا او عدم معلومه نستشيره هو مثلا مشرف وزاري او مشرف موجود فوق اللي انت مرجع. طب اذا لم يحصل احنا الثلاثه كلنا ما تدربنا اصلا ما بيننا اتفاق، ايش اللي بيحصل؟ ايش تتوقعوا؟ واحد يمشي واحد يمشي. اني ابدا ابغى قيمه، ابغى اسوي تقييم لك، اقيم مستوى ذاك يلا استاذ تفضل. ما راح نجيب زي كذا، ما راح اجيب ان دوري ادعمه، لا دوري ماذا افعل؟ الدعم كلمه دعم على فكره كلمه دعم اني ادعمه كلمتين هذه ادعمه معناه اني اقدم له مسانده، انت الكويتي ادعمه معناه ايش اسوي؟ حلو. فهذا اللي يحصل معنا انه جايك المشرف احيانا بنفسيته نفسيه من؟ صدام. يعني انت ليش سويت كذا؟ المفترض ان احنا ايش نسوي؟ المفروض ان انا دوري اني اقدم له عمليه الدعم. طب اين سيحصل هذا الامر؟ مشكله عندنا ايها الاحبه، اذا لم يحصل عندنا تدريب وتعليم لكل ارجاء المنظومه التربويه فلا تلوموني. احنا عندنا مشكله يا جماعه، تعرفون قانون بيتر؟ والله عندنا مصيبه، كل الواحد طلع عندنا درجه حط نفسه ايش يسوي؟ ما يبغى يتدرب. يعرف كل شيء. تعرفون اول يوم زياره لي انا كمشرف، اول ما صرت مشرف اول يوم زياره شرفيه لي ايش قالوا لي؟ سالت قلت لهم يا جماعه انا بروح زياره شرفيه، في عندكم تعليمات؟ في لائحه ازور بها المعلم قيموا بناء عليها؟ قال لي ما تعرف تقيم؟ لا والله ما اعرف اقيم. يا اخي اعتمد على خبراتك يا اخي. يعني ايش اسوي؟ خبره مزاجك انطباعك. المفروض في اليه عميل تقييم. اليوم الاشراف بدا يتطور، اشراف على مستوى المركز بدا يتطور، لكن المشكله عندنا حقيقه عندنا الان نوعين الاشراف. في اشراف في الحكومه حقيقه انا اشوفه اخطر. في اشراف في المدارس، اذا كان الاشراف داخل المدارس والمشرف موجود معنا داخل المدرسه سيكون متطور. اذا كان الاشراف من برا والمشرف ما هو عارف ايش اللي يصير في الدوره التدريبيه فهذه مشكله المشرف وليس مشكلتي انا. الناس تسالوني امس سالتوني واليوم تسالوني اي انفصال ما بين الاشراف وما بين التدريب تصير عندنا مشكله، انا بس ما بوضح المشكله اكثر بس اوضح لكم نقطه، التدريب هو صيدليه. التدريب صيدليه، انا صيدلاني. انا المفروض ماذا افعل؟ انا اعطيك الدواء. بس انا الدواء بناء على وصفه من؟ الطبيب. الطبيب من هو المشرف. طب اذا الطبيب مش معايا ايش اسوي انا؟ انا اذا اعطيك الوصفات من عندي انا، اذا جا هو بعدين يجي اعطيك وصفه خطأ يصطفل هو حر، ما حد قال له يحضر معايا. انا طلبت من الاخوه المشرفين يكونوا حاضرين معي في اللقاء الاول واللقاء الثاني واللقاء الثالث واللقاء الرابع. حضروا معنا بعض الاخوه المشرفين حضروا مده يوم نص يوم جيد. انا اتمنى انهم يحضرون ويكونوا موجودين معنا بشكل دائم. ليش؟ يا اخي يمكن كلامي غلط صح ولا لا؟ لكن عشان ما تسالوني هذه الاسئله، فبالتالي انا ارجو هذه الاسئله توجهوها للاخوه في اداره المدرسيه تقول لهم هل الاخوه المشرفين سامعين هذا الرجل ايش يقول؟ هذه اسالوها انتم هنا اسالوني انا. اتفقنا؟ طيب اخوة الكرام الان هذه الاستراتيجية اسمها هذا النموذج هذا الشكل ايش اسمه هذا العمل؟ هذا العمل اسمه طريقة التداول في التعلم النشط تسمى طريقة التداول. متى تستخدم طريقة التداول؟ تستخدم طريقة التداول إذا كان عندك خبرات سابقة، طلاب نفسهم عندهم خبرات سابقة، عندهم معارف سابقة معايا شباب، تستخدم هذه الطريقة عندما يكون الطلاب عندهم خبرات سابقة معايا شباب. لما يكون الطلاب عندهم خبرات سابقة أنت لا تريد أن تعطي الطلاب معلومات، أنت ما تريد تبغى الطلاب يسووا مراجعة، فلنقل الطلاب عندي درسوا غزوة بدر وأحد درسوها في الصف الرابع ابتدائي، الآن احنا في الصف الأول متوسط، بدرسهم نفس الشيء بس بدرسهم بدر وأحد، أنا بدرسهم مرة أخرى. طيب ليش أنا الآن أشرحها قبل ما أعرف إيش المعلومات اللي عندهم سابقة؟ فأنا ممكن أسوي جدول فيها اسم المعركة، عنوان أحد أسباب المعركة، أحداث المعركة، وأطلب من الطلاب أن هم يسوون أصلي ويطلعوا لي معلومات للصفوة، هذا مثلا في الاجتماعيات. زي مثلا فلنقرا نتكلم عن الضرر، ما هي الضرر؟ ما هي انواعها؟ في الرياضيات اذا انا اطلع معلومات الخزين السابق الموجود عند من؟ عند الطلاب، ما الذي يعرفه سابقا؟ عشان استطيع اعرفه. طيب كيف تسوي عشان تستطيع انك تدعم الطلاب يشعروا بالتنافس؟ التداول دائما ممله صح؟ بعد ما سويت التمرين اشرح انا لمده 10 دقائق واقول للطلاب الشيء الثاني، اقول انا ساشرح لكم لمده 10 دقائق الان، وبعد ما اشرح انتم كل مجموعه راح تصحح المجموعه الثانيه. فتجد الطلاب جدا متحفزين، ليش؟ يبغى يسمعوا كلامي مش عشان بالنسبه لهم كلامي مهم، لا الطلاب دائما عندهم ولع بعمليه تخطيط زملائهم. فلما يحصل ان هم يصححوا شغل زملائهم يبدوا يتعلموا. يعني الناس يتعلموا بس صحيح مره خطا. طب كيف سيتعلموا؟ سيضطرون يسمعوني لان سيجدون كلامي جدا مهم
عشان يساعدهم في عمليه اخذ النجوم من زملائهم. طيب على هذا الاساس اتكلم عندنا شيء اسمه مهارات التفكير الناقد، كيف يصير عندنا قدره على النقد. انا الان ما راح اسوي هذا الكلام كله، انا فقط اريد ان اوضح اهميه الجدول هذا في عملي. الان عندنا في هذا الجدول اخوتي الكرام في عندي شيء مهم جدا في الفرق بين التعليم والتعلم. في الفرق بين التعليم والتعلم، اولا الفرق بينه بالنسبه للتعليم هو عباره عن اعطاء معلومات للطالب تلقين، اما بالنسبه للتعلم هو عباره عن اكتساب المعلومات لمن؟ للمتعلم. هنا نتكلم فيها عن الخبره، عن عمليه التعلم دائما زي ما يقول اديكسون هي عباره عن تحول تغيير سيحصل في حياه الطالب، ما الذي حصل قبل وما الذي حصل بعد. هذا التغيير اللي حصل قبل زي ما يقول هيلغارد قبل وبعد، هو اللي يؤدي ان الطالب عندنا تعلم ام لم يتعلم. هل تعلم الطالب قبل الحصه وبعد الحصه ام لم يتعلم؟ هذا هو السر. وبالتالي يحصل معنا ايها الاحبه المفروض ان في عندي سلوكيات غير الطالب. على هذا الاساس في التوجيه التعليم مقصود بالكامل، كل معلومات سيحصلها الطالب مقصوده، اما التعلم غير مقصود، ممكن يتعلم من زميله، ممكن يتعلم خارج الصف، فالتعلم غير مقصود. امر ثاني، كل موارد الخبره هي كل المعارف التي يقدمها المعلم او يسمح المعلم بتقديمها في التعليم، اما في التعلم هي كل ما يكتسبه الفرد من معارف ومعلومات من اي مكان، يعني مش محدده. هنا عندي الاطار الزمني محدد باطار دراسي، اما هنا لا، شامل كل الانشطه في كل وقت وفي كل مكان من اي مكان. في البيئه، هنا في البيئه مرتبطه بالاطار والنظام والقوانين اسمها قوانين المدرسه، اما هنا لا، هنا البيئه مفتوحه ممكن يتعلم في اي مكان وفي كل وقت. هنا ايضا دور المعلم يقوم بقياده كافه الاجراءات التعليميه، المعلم هو الذي يقود اجراءاته، اما هنا ميسر المعلم عمليه التعلم ومحفز لها. ايضا عندي شيء اخر، دور المتعلم سلبي، دور فقط مجرد سلبي، ثم بعد ذلك هنا ايجابي نشط هو الذي يساعد في عمليه التعلم بشكل دائم. هنا عندي دور مقرر مهيئ على المعلم، اما هنا دور مقرر مصدر المعرفه فقط، كل الطلاب يحتاجون يرجعون لمن هذا المصدر. هنا ايضا عندنا المحاضره الالقاء، هذه وسائلنا في عمليه التقديم، اما هنا لا، التعلم النشط، التعلم التعاوني، ورش العمل. ايضا هنا الدور الثانوي تهدف التوضيح، اما هنا الدور الرئيسي تهدف المنهج التعلم نفسه. هنا استراتيجيه التقديم، استراتيجيه القرار الواقع الاختبار، اما هنا لا، استراتيجيه التعليم الحديثه، تحب تكتبها؟ اكتبها معي. سبع استراتيجيات تقديم كلها. سمت استراتيجيه التقديم الحديثه، اكتبها معي لو سمحت. اول استراتيجيه اكتبوا معي استراتيجيات التقويم الحديثة، أو نسميها استراتيجيات الاختبارات الحديثة. استراتيجيات التقويم الحديثة. استراتيجيات التقويم الحديثة. لا لا اكتبوا معي طيب سجلوها معي لو سمحتوا. أول استراتيجية واحد استراتيجية القلم والورقة. واحد استراتيجية القلم والورقة. اللي هي نفسها اللي هي تقليدية. النسخ التقليدية، استراتيجية القلم والورقة للاختبار. اثنين، استراتيجية اسمها استراتيجية سلم التقدير اللفظي. كذا اسمها استراتيجية سلم التقدير اللفظي. سلم التقدير اللفظي. نبذة سريعة. أعطيكم نبذة سريعة. مش احنا عندنا نقول للطالب ممتاز، جيد، ضمن، مقبول، أحسن، زين. احنا الآن شو نقول؟ نجيب الطلاب. سلم التقدير. أجيب الطلاب وأتفق معاهم على ايش أقول لهم؟ أنتم تستطيعون الآن درجات. تقول مثلا الطلاب يقولوا فارس، ماهر، متقدم، الطلاب هم يحطوا هذه المهارات، جيد؟ ونقول لهم متى اعطي للطالب لقب فارس؟ قال تعطي للطالب فارس اذا ايش سوى؟ اذا جاب الواجب، واذا هو حضر الدرس، اذا شارك معنا في عمليه تقديم نشاط، اقول له اعطيه فارس؟ قالوا نعم، هم الطلاب اول الطالب يتم هذا العمل ايش يقول؟ فارس، وحط لوحه، حطها في جنب، حطها بجنب السطوره، حط لوحه، واكتب عليها اسماء الطلاب، واجيب جنبها زي اللايكات. حط عليها اسم الطالب الفارس وتلقى هذه مؤثره جدا في الطلاب. سبب الطلاب كلهم عندهم هدف اساسي ان يصيرون بكل المهارات وسمى سلم التقدير اللفظي. طيب هل سلم التقدير اللفظي فين موجود؟ موجود عندنا في التعليم؟ في التقييم المستمر. مش في التقييم المستمر عندكم في تقييمات اللي هو واحد واثنين، هذه تعتبر سلم التقدير اللفظي احد انواع. النوع الثاني، في مدرس في مصر مدرس في مصر هذا كل طالب ويزيدوا قيمين صوت او مهندس ولو اخطا لو ما حدش خلال اسبوع يسحبوا منه ال هذا سلم تقدير لفظي العلم فقط سلم التقدير الافضل يؤدي جماعه ينفع في كل مرحله بس انت كل مرحله ايش بتسوي؟ بتغير من؟ غير استراتيجيه بس في شيء مهم جدا خليني اذكركم قبل شو بصير خليني اذكركم التعليم أرجو أن تنتبهوا للنقطة التالية يا أخوتي الكرام. التعليم
يحدث في الصفوف المبكرة. التعليم يحصل في الصفوف المبكرة والتعلم يحصل في الصفوف المتقدمة. يعني بمعنى الأصل عندنا أن إذا جينا نتكلم عن المراحل شوفوا معي في عندنا مراحل الآن الطالب معي في الكرام ممكن لحظة بس عندي الآن الطالب ينمو معنا الطالب زي الشجرة ينمو جيد الطالب عندنا من الصف الأول ابتدائي إلى الصف الثالث ابتدائي هذه المراحل المرحلة هذه هي أخطر مرحلة عندنا في التعليم لو حصل الطالب مدرس جيد غرس فيه من البداية أسلوب التعلم النشيط وعلمه على أسلوب الحوار وعلمه على مهارات البحث وعلمه على مهارات أنه يعتمد على نفسه فالذي يحصل معنا أن هذا الطالب سيصبح سهل جدا في التربية التحكم فيه أنت بس تنشط أفكار عنده موجودة ثم يأتي هذه المراحل سميها مراحل الغرس نغرس في الطالب القيم ثلاث الصفوف الأولى مراحل الصفوف الثلاثة اللي بعدها اللي ابتدائيا اللي صف الأول صف الثاني صف الثالث صف الرابع صف الخامس صف السادس مراحل اللي بعدها هنا سميها مراحل التهذيب احنا جالسين نهذب في سلوكيات الطالب المفترض الابتدائية دورها شيئين غرس قيم وتهذيب المرحلة الإعدادية هي مرحلة اسمها مرحلة الآن ثلاثة أول متوسط ثاني متوسط واحد اثنين ثلاثة هنا سيكون عندنا اختلافات إيش اختلافات المتوسطة؟ إخوة الكرام الطالبة البنت هنا تبلغ سادس ابتدائي تبلغ الولد يبلغ هنا في أول ممكن الولد يبلغ في أول متوسط البنت يبلغ ثاني متوسط البنت تبلغ في أول متوسط لو عندك بنتين ولد وولد وبنت فعلى فكرة دائما البنت ستبلغ قبل الولد بسنة تبلغ عقليا وتبلغ جسديا وبالتالي تحصل معنا هنا مرحلة متوسطة مرحلة خطيرة جدا. ايش هذه المرحلة مرحلة متوسطة الأدب الأساسي الطفل فيها يبغى يتعلم سلوكيات تسميها سلوكيات فكرة سلوكيات اجتماعية. كيف يعني سلوكيات اجتماعية؟ يعني يبغى يتعلم كيف يتعاون مع زملائه كيف يتواصل معه يبغى يكون عنده أصدقاء هذا شيء أساسي ولكن هنا الآن تظهر سلوكيات نشاطه يظهر الطفل فيها بشكل أكثر يبغى يكون عنده أصدقاء يبغى يكون عنده مجموعة كشافة هي تلعب دور جدا خطير في توجيه سلوك الطالب يعني أنت لو قلت للطالب لو ما شارك معنا في الحصة سأمنعك من مشاركة الكشافة إيش اللي يحصل؟ ممكن يبكي الطالب ممكن يبكي لأن هذا الشيء بالنسبة له حرمان جدا قوي طيب مرحلة الثانوية إيش اللي يبغى الطالب؟ الطالب في الثانوية إيش يبغى؟ لما نروح في الثانوية عندنا أول وثاني ثانوية هذا الطالب يريد أن يثبت فيها شيء أساسي عنده شيء أساسي أحمد الكرام يريد أن يثبت إنه هو ماله مستقل أنا مستقل أنا رجل الآن فما ينفع أجيب سبب تقدير لفظي وأعطي الطلاب المسميات بلا بسيطة إيه إنما أنا ممكن بلا سبعة سأعطيك كلمة مثلا قائد قائد شيخ طويل انا اعطيك كلمه قائد من هذا رجل قائد طيب ايش اسوي قائد بس ايش يعني قائد ايش يعني ايش معناه لا المفروض ان هذا الشخص بكلفه مهام داخل حصه داخل صف يعني معني بعطيه مهام اساسيه عندنا المفروض اوزع عليه ادوار انت يا اخي مسؤول الان عن من عن موضوع كذا انت مسؤول عن المختبر عن هذه الحصه واعطي كل طالب حصه معينه يكون مسؤول فيها بس اليوم عندنا مشكله كبيره بس للعلم فقط الطالب الثاني ثانوي يكون خرج خلاص خارج السيطره عندنا ايش السبب؟ اليوم للاسف بسبب نظام اختبار القدرات خلى الطالب بصف ثاني ثانوي خارج السيطرة عندنا. كلام الواحد يوم يحس فيه. نعم؟ الواحد هياخد 5 حصص ويشتغل كل الشغل ده على الطالب رغم يوم حصة ويشتغل. عشان يوصل المعلم اللي هو يأدي الأداء اللي حد بتطلبه في كل الحصص عشان يبقى متوازن ما فيش حد مظلوم يعني فاهم؟ لازم الأنصبة تقل من 24 و25 حصة لازم تقل 18 يعني عشان المعلم عنده فترة حتى يجهز يبقى في فاصل زمن ما بين حصة والحصة اللي بعديها عشان يقدر يجهز اللي هيعمله في الصف ما حد مش لازم نفس الاستراتيجية رقم واحد ترى انت تاخذ هنا شيء مجمع انت مش راح تطبقه كله بكل مره هذا واحد اثنين انه بالنسبه للانصف هذا مش موضوع يعني هذا موضوع يحتاج المدرسه نفسها تجلس فيه لكن انا بالنسبه لي شيء مهم جدا انه يا جماعه ترى مع التطبيق مره مرتين ثلاثه عندك مهارات والطلاب صار عندهم مهارات يصبح الموضوع اسهل بكثير اول مره تتعب فيه يصير عندك نوع من التعب انت الان جديد بالنسبه عليه وبالتالي كل شيء يبدا كانه ماله في نوع من التكلف انت تتكلف والطلاب يتكلفون فيصبح بالنسبه لك حصه واحده مرهقه جدا في الاسبوع
في الاسبوع كله في الصباح ده هذا النمط مرهقه جدا. لكن فيما بعد كل ما تقدمت مع الوقت تكتشف الموضوع سهل جدا، ما يحتاج اوراق ولا يحتاج ما تعلق اوراق ولا يحتاج هذا. يمكن انت الان تعالوا عندي يا جماعه كلكم، تعالوا عندي، تعالوا تعالوا عندي